دلوقتي امنيه عايزه تعمل تحدي. تحدي مع غزل. التحدي ده دلوقتي ان انا اخلي غزل تنزل صوابعها على العشرة. ده غصب عنها. اسالها اسئله. أوكي. لو هي عملت الحاجه اللي انا هقول عليها دي تنزل صوابعها. ماشي. فايدك. يلا بينا. مره رحتي مع مثلا السوبر ماركت او رحتي تجيبي العاب وهي مثلا ايه في اليوم ده كانت زعلانه منك قلت لها يا ماما انا عايز حاجه حلوه. لا وتعصبت. انتي عارفه تشتمي نفسي ريكتور يا ماما يا بنت اللي زعلانه. لا والله لا لا كدابه بنت بنت انت كدابه بنت عملتي كده بنت انت عملتي كده اقسم بالله. لا طب اقسم بالله اقول الحقيقه والله العظيم. طب انا بقى انا برفع صبوعي يبقى كده غزل عملت كده شيء بتقول لا ماشي عملت مرة واحدة كذابة. طيب وطي صوتك شوية. طيب يا مامي والله انا مش هدي والله اقول حاجة. طب يلا قولي ماشي خش على السؤال اللي بعده. مرة عملت غلطة ولبستيها في يدك. بس بفقشك صح؟ بقفشك قصدي بقفشك بفقشك بقفشك معلش. مرة نمتي في حصة في المدرسة مرة نمتي في حصة في المدرسة نمتي في الكلاس يعني في الحصة؟ لا 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 ما قلت عاوزة انزل الحمام وتضحكي على الميزة والأستاذ. لا اقول لكم دي في المدرسة بس في ايه؟ ايه؟ ميس انا بصي بقى عيني عايزة اروح عند الشيطان واعصب عيني حصل ان الميه حصل تقيل عليكي. على فكره اقول لك على حاجه احنا عندنا في المدرسه مثلا ساعتين ثلاثه فالاقي البنات كلها في الحمام اقول في ايه؟ ما غصب عنكم انتوا بتمشوا يا عيني يعني لا كتير اللي بعده نزلي كمان واحد يا غدر لسه جاوبه على السؤال. انت قلتي كده حصل ثلاثة يزن وماما وحصة ماما لا ماما لا كذبة بنت الكذابة. مرة كذبتي على آية كذا؟ اه وبقفشها وبقول لها انت كذابة. طيب ماشي ايه تاني يا غزل ايه تاني ايه تاني بتحبي مثلا تبقي فخورة ده بصحابك ده عندي مش عارفة ايه وكده ايوه ايوه صح؟ اه طيب ايه تاني حد جالب سألي ساعدني يا جماعة. ها يلا قص اوعى انت تجيبي قص اوعى انت تجيبي قص البنت خايفة زين الله لا لا ممنوع هي قص هي بيسألني بس محرج ايوه انا قولي مرة عملت تبيع نفسك صح؟ لا 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 خالص لا 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 وهي كبيرة كده لا لا ده الكلام ده وهي قد هند اه والله العظيم ابدا في البامبرز بس هنجيب 20 كمان نحط 20 يا ستي مش حل ال 10 بس مرة مثلا كنت نايمة في الأوضة لوحدي وخايفة حاسة إن مثلا خايفة مثلا اضغط في وشي كده مش حاجة لا لا بتقوم تولع النور بتقوم تولع النور حصل حصل وانا ببقى سامعاها بره وبعد استني حصل وانا وكنت واخده بالي في الاخر اقول لك ايه خلاص كفايه مش كفايه كده غزل التليفون ماما على فكره ما ينفعش كده ما قالك هي كانت ايه اسمعي دي بقى لو مره اقول لها غزل شيل التليفون بقى كفايه تقول لي ماما ايه الحاجه دي بقى اكتر حاجه بعملها في حياتي كلها لحد النهارده ايه هي مره بوظتي حاجه او كسرتي حاجه وخبيتيها لا 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 بتيجي تحت انت بقصي الحاجه دي بتعملي كده؟ يا جماعه اي حاجه وقعت مني مثلا كسرت مني بروح اخبيها على مكان ما انا ماليش دعوه لا بتعمل غزل بتعمل كده احيانا واحيانا لما
ببقى عارفه ان انا في البيت وسامعه الصوت تيجي تقول لي. الموقف ده بيفكرني بحاجه زمان مع ابويا. ايه هو؟ ابويا زمان تليفون التليفون بتاعه والسواي جايب تليفون جديد وقال لي تعرف تنقل الاسامي دي من هنا لهنا؟ قال له استني، قال له بابا ده انا استاذ، ده انا بروفيسور. طب كنت لسه صغير في الكلام ده، في اولى اعدادي لسه التليفون لسه طالعه جديد. لا يا حوده كنت في كليه يا حوده انت. لا والله كنت في كليه يا ابني، في لما كنا انا فرست والله. ماشي ماشي. مسكت التليفون حددت الاسامي كلها ومسحتها. مسحتها خالص. وجي يقول لي ايه؟ ايه ايه والنبي والنبي بابا يسالك يقول لي انت مسحت الاسامي؟ مش هيسحق لك والنبي، انت مش هيسحق لك. لو تقريبا حوده حكى لنا موقف بس يا بابا بابا عشان بعد كده لا لا يا بنتي بابا قال لي احوده، قال لي امسك التليفون كده. ايوه لا احوده قال لي امسك التليفون انت، اهو مسكت التليفون. قال لي ايه ده؟ ايه انت مسحتي الاسامي؟ مسحتي الاسامي كلها يا ايه؟ قلت له اقسم بالله ما مسحت حاجه. اسمعوا قال لي انا بقول لبابا اللي انت اللي مسحتي. نعم نعم. انا فعلا كنت متعصبه من ماما. متعصبه من ماما يا جسم؟ بس ما كنتش التليفون ده التاني، قعدت تحت فيه لحد ما اتكسر. ايه ده؟ كنت اقسم بالله اتكسر من ورا. عطى حاجه سكرينه. اه طب بتعملي ايه على الورق؟ انت ما الجراب تكسر. لا يا بنت هي 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 غزل 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 غزل. اوعي تصدقوا بقى شويه الحاجه دي لحد النهار. ان انا دي اصلا في ايه وانا صغيره؟ ايه هي؟ عمرك قبل كده جيتي تقعي بصيتي حوالي منك حد شايفك الاول ولا لا كده قمتي؟ اكيد من امها وانا مش مكسوره. احكي لك موقف بس مش عارفه احكيها ده بعد ما اخلص احكولك. موقف الاكل الاكل كم فاضل 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 لك قد ايه دلوقتي؟ اثنين. هزود عليهم ثلاثه. ايه ده؟ ده حبيبي هزود عليهم. انا شكلي هاي جامد. لا بعد اوه هتقولي كده يا ايه؟ يلا مش وقته تحددي منزل. اه يا غبي ما انا جيت اللي اتصل استنى دور رحتي عملتي كده بدات حاجه. اه رحتي نازله هي دي حاجه تشغل غزل هدي في غزل عند اللحميه ده والله. اه والله ما زلت تعملي كده مش في ايه بالك حاجه عايزه ارجع. لا لا هي غزل بتعمل منها يروح نقط على طول. ده فاضلك واحد صح؟ هزود عليهم خمسة. ايه ده؟ لا خلاص هزود عليهم 10. ايه تاني؟ عايز اسأل غريب كده. ماشي خلاص شوية. يلا. ماشي خلاص يلا. يلا. كفاية كده. ايه؟ فاضل سبعة. ايه عايزين سؤال وخلاص. طب يلا. عشان انا قلت لها هنزلك سبعة كده. عايزين سؤال صعب. مكة ايه ده بس؟ لا التالية ايه؟ لا 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 عمرك دخلت صباح جوه من كده تاني؟ عملتي ايه؟ قورتي؟ معفنة والله معفنة. سيبك يا جماعة الاقي غزة في التوصي بتعمل ايه؟ لا مرة حاولت شعرك لا غير ما تكون ايه عارفة؟ وايه قفشتك؟ ايوه صح لا حاولت مره حاولت ومسكتها ولقيت الشعرات لا لقيت الشعر لقيت نفس الحركه دي عملتها انا عملتها وانا صغيره تقول لك على الموقف ده والله عملتها فعلا الحوده اللي قفشني الحوده ده كان دايما يقفشني في كل حاجه ايه اسمعي موقف بقى 10 فاكره لما انا جيت مره انا قطعت شعري كامل كان في يوم تصوير فساعتها قلت لكم انا قطعت شعري قصيت شعري ساعتها بوظت شعري بوظ علي اليوم ده فكان اليوم ده ساعتها مش انا عملت شعري كده مال مين؟ غزه كانت بتعملهولي قلتهولي قالت لي والنبي ما تقوليش قلت لها خلاص انا والله لحد ما غزه قالت لي غزه جت حكت لي يا بنتي بتحكي لي كل حاجه عنها قبليها خمسه خلاص بقى كفايه نعم يا مكه هو التحدي انت التحدي؟ اه يلا التحدي ايه؟ هي هو عايزه تحدي حاضر يلا كفايه انا هسال خلاص بس بقى فيديو ممتع والله شوف شعرك